الذين يغلون في الأولياء ويرون أنهم لا يخطئون، وإن لم يقولوه بألسنتهم لكن بأفعالهم. الذين يقولون هذا هم في الحقيقة يدعون العصمة للأولياء، فينزلونهم منزلة الأنبياء. وسيأتي بإذن الله معنا قريبا أقسام الناس في هذا الباب. والشاهد من هذا الكلام أن العصمة ليست شرطا في الولاية، فالولي ليس بمعصوم لا يغلط ولا يخطي ولا يخفى عليه شيء من العلم ولا يحصل له شيء من التباس أمور الدين عليه، بل هذه الأمور كلها واردة عليه ومتصور وقوعها منه. وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يغلو الناس فيه فينزلونه منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأدلة هي ما سمعنا وما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. فهؤلاء كرام الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أخبر الله عنهم أنهم دعوه بقولهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآيات. فقولهم ربنا لا تؤاخذنا عابد صالح عالم، ومع ذلك يقع منه الخطأ في حكمه، لا يلزم أن يكون معصوما. عالم صالح عابد تقي يجتهد في أن يصيب الحق ومع ذلك يخطئ فيه، إما بسبب قلة علم وإما بسبب اشتباه عليه. فإذا اجتهد وأخطأ فالخطأ مغفور له وله أجر الاجتهاد. وأعلى منه الذي يصيب فيحصل له الأجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وهو أعلى كما قلنا. والشاهد معنا أن الحاكم الصالح التقي الورع يحصل منه الخطأ، وهذا لا يخرجه عن الولاية، عن ولاية الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى لا يحمله الإثم بل يغفر له خطأه، بل فوق ذلك وأعلى منه أنه لا يحرمه أجر اجتهاده.
لكونه سبحانه وتعالى يعلم منه حرصه على إصابة الحق، وإن كان لم يصبه في هذا الحكم فعدم إصابته للحق لا يخرجه عن ولاية الله ولا يوقعه في الإثم، وهو دليل لأهل السنة والحق في هذا الباب على أن ولي الله يجوز عليه الغلط، يجوز عليه الغلط. فهذا العالم الحاكم العالم الصالح التقي الورع يجتهد ومع ذلك يخطي، يجوز عليه الخطأ، يقع عليه الخطأ كما ذكرنا، إما بسبب قلة علمه أو بسبب اشتباه عليه في المسألة، يقع عليه الخطأ كما ذكرنا، إما بسبب قلة علمه أو بسبب اشتباه عليه في المسألة، وإذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى لا يجوز يغفر له خطأ لأحد أن يتابعه على خطأه، ولا يجوز، وإذا كان كذلك فلا يجب على الناس قبول جميع ما يقوله، بل وإذا كان كذلك فلا يجب على الناس قبول جميع ما يقوله بل يردون عليه ما أخطأ فيه، وهذا لا ينقص من قدره ولا يخرجه عن ولاية الله جل وعلا. فإن وجد من يوجب على الناس الأخذ بجميع ما يقوله هذا الولي الصالح فهذا قد أوجب على الناس أن ينزلوا الولي منزلة النبي، وهذا إنما هو فعل الغلاة كما سيأتي معنا في التقسيم إن شاء الله تعالى قريبا. وعلى كل حال إذا كان هذا في جانب الأتباع فكذلك في جانب هذا الولي، لا يجوز للولي أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه، يعني مما يقوم في نفسه أن هذا حق أو هذا باطل، لا يجوز له أن يبني على ما يقع له في قلبه أو ما يلقى إليه في قلبه، بطريق الإلهام، والمراد بذلك أنه يرى أن هذا الذي وقع في نفسه أو وقع في قلبه حق من غير أن يستدل له بكتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يعتمد على ما يلقى إليه من الإلهامات التي تقع في قلبه من غير استدلال، ويجعل هذا الإلهام القلبي يجعله هو الدليل، فهذا لا يجوز. وهكذا المحادثات، والمحادثات عند الصوفية هي الخطاب الذي يعرض للعارفين كما يقولون من عالم الملك والشهادة، فيقع
هذا الخطاب أو هذه المحادثة في نفسه فيعتمد عليها، لا يجوز له أن يبني على ذلك ويجعله بمنزلة خطاب الله تبارك وتعالى في كتابه أو بمنزلة خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، بل الواجب عليه أن يعرض هذه الإلهامات وهذه المحادثات وهذه الفيوضات أو نحوها مما يقع في قلبه، يجب عليه أن يعرضها على القرآن والسنة، فإن وافقت قبلها واعتمدها، وإن لم توافق لم يعتمدها ولم يقبلها. وإذا تردد ولم يتضح له أحد الأمرين، يعني شك والتبس الأمر عليه، فالواجب عليه أن يتوقف هنا. نعم. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف. نعم. طرفان. نعم. يقول شيخ. نعم. والناس في هذا الباب، يقول شيخ الإسلام. نعم. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. منهم يعني من إذا في هذا الباب، في هذا الباب يعني به باب أقوال من يزعم لهم الولاية، من يزعم لهم الولاية، باب في هذا الباب يعني به باب من يزعم لهم الولاية، باب الأولياء. الناس في باب الأولياء الذين يدعى لهم الولاية على ثلاثة أقسام، طرفان يعني على طرفي نقيض، هذا الطرف نقيض هذا الطرف، والثالث هو من وقف بالوسط، لا هو مع هؤلاء في الغلو ولا هو مع هؤلاء في الجفاء. نعم. والناس، والناس في هذا، والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. نعم. منهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله. هؤلاء هم الغلاة، هؤلاء هم الغلاة، وهم الذين نزلوا الأولياء. ونحن انظروا معاشر الأحبة، تنبهوا، نحن نتكلم على الأولياء الذين هم حقيقة أولياء، أهل صلاح وأهل دين وأهل عبادة وأهل تقوى وأهل ورع وأهل علم وعمل. نحن نتحدث عن الأولياء الذين هم فعلا أولياء، أهل صلاح وأهل عبادة وأهل دين وأهل ورع وأهل علم وعمل واتباع. نحن نتكلم على هؤلاء. أما من يزعم لهم أولياء وهم في الحقيقة ليسوا كذلك، بل هم من شياطين الناس ومن الكذابين، فهؤلاء لا يدخلون في هذا الباب أصلا. لكن لو فرضنا أن شخصا ما اعتقد فيه أنه ولي لله
فهل يجوز لك أن توافقه في كل ما يظن أنه عن ربه تبارك وتعالى؟ هذا الطرف الأول ذهب إلى ذلك، فهؤلاء في الحقيقة هم الغلاة، وهم الذين نزلوا الأولياء في منزلة الأنبياء. لماذا؟ لأنهم أعطوا لهم العصمة، إذ التسليم لا يكون لأحد في كل ما يقوله ويفعله إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لأنهم هم المعصومون، ولا يصدر عنهم في هذا الباب خطأ أبدا. فمن وقف هذا الموقف مع من يظن أنه ولي لله فهذا غال منزل للولي منزلة النبي. نعم. ومنهم من إذا رآه قد فعل قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. هذا هو الصنف الثاني، وهم الجفاه، وهم الجفاه. الذين يتنقصون أهل الصلاح بمجرد وقوع الخطأ منهم، وإن كان هذا الخطأ غير مقصود وهو مغفور من الله سبحانه وتعالى لهم. فليس من شرط الولي ألا يقع في خطأ كما قلنا في أول الكلام. وهؤلاء في الحقيقة مخالفون للقرآن، لأن الله جل وعلا يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فلم يؤثم المجتهد المخطئ، وهؤلاء يؤثمونه. فلم يؤثم المجتهد المخطئ. الآية قالت ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فرفعت الجناح وهو الإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم المجتهد المخطي. والله قد أجاب دعاء عباده الصالحين حينما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، فغفر لهم خطأهم ونسيانهم. وهؤلاء لم يغفروا لهم خطأهم ونسيانهم الذي جاء بسبب اجتهادهم، فأخرجوهم بذلك عن ولاية الله وتنقصوهم. وفي الحقيقة هؤلاء مخالفون للقرآن والسنة كما سمعتم الآن،
إذ ليس من شرط الولي أن يكون معصوما، وهؤلاء يريدون الولي ويريدون العالم ويريدون الصالح العابد التقي الورع، يريدونه نبيا لا يصدر منه خطأ، وبمجرد الخطأ الواحد يخرجونه عن الولاية بالكلية ويتنقصونه. فهؤلاء عكس الطرف الأول، فالطرف الأول غلاه والطرف الثاني جفاه. فالذين يتنقصون العلماء أهل الفضل والخير والصلاح والاستقامة والورع والتحري والتقى والعلم، هؤلاء الذين يخطئونهم ويخرج ويؤثمونهم ويخرجونهم من دائرة الولاية، هؤلاء في الحقيقة جهلة. فإن العالم العابد الورع التقي الصالح المتبع يجوز عليه الغلط، ويجوز عليه النسيان، ويجوز عليه اشتباه الأمور فيقع في الخطأ، وهو مأجور عند الله جل وعلا غير آثم، وهؤلاء يجعلونه آثما ويخرجونه عن الولاية، فخالفوا طريقة الكتاب والسنة بسبب جهلهم، وهم وإن لم يشعروا فإنهم يريدون من الولي أيضا أن يكون كاملا ومعصوما لا يقع في خطأ. فهؤلاء جفاه، وهذا نراه كثيرا في هذه الأيام. فكم من عالم صالح تسلط عليه بعض السفهاء ونالوا منه بسبب اجتهاد له، الله يغفر له خطأه ويأجره فيه على اجتهاده. ولكن هؤلاء السفهاء لما لم يعلموا هذا من كتاب الله وسنة رسوله، وقفوا من أهل الفضل والعلم والتقى والزهد والورع والصلاح والفقه في دين الله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقفوا منه هذا الموقف. فالحمد لله على نعمة الهداية، والحمد لله على نعمة العافية من الوقوع في سبيل الغواية. نعم. خير الأمور أوسطها، وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا. الله أكبر. نعم، هذا هو خير الأمور أوسطها، فلا تبغي في أمر في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالشاهد خير الأمور أوساطها أو أوسطها، وهو ألا تجعله معصوما فتجعل كلامه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تجعله مأثوما فتكون جافيا، الله قد آجره على اجتهاده وعفى عنه خطأه، وأنت لا تعفو عنه في خطأه وتؤثمه في اجتهاده، فهذه هي المصيبة. إذن فالحق أن تكون وسطا، ألا تكون غاليا منزلا له بمنزلة المعصوم صلى الله عليه وسلم، وألا تكون جافيا منزلا له
كما ينزله أهل الجفا منزلا له منزلة الآثمين مع غفران الله جل وعلا له خطأه إذا كان مجتهدا. فالنتيجة لا تتبعه في كل ما يقوله فتكون غاليا، ولا تحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده، فإنه قد يقع في شيء من الأمور التي ظاهرها يفسق به صاحبه ولكن لعدم علمه به أو قلة علمه به أو اشتباهه عليه وقع فيه، والله يعلم أنه مجتهد يريد الحق، فمثل هذا لا يحكم عليه بكفر ولا فسق مع اجتهاده، وهو من أهل الاجتهاد ومن أهل الصلاح. وهذا فيه أعظم رد كما قلنا على بعض الجهلة في أيامنا هذه الذين يفعلون ذلك مع خيار الناس وهم أهل العلم والصلاح والتقى والدعوة، فإذا وقعوا في الخطأ أو وقع الخطأ من بعضهم وهم أهل فضل وصلاح وعلم وفقه وسابقة في الخير والدين يبدعونهم أو يفسقونهم أو ربما كفروهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الكلام معاشر الأحبة كلام هذا الإمام رد على هؤلاء السفهاء، وإلا لو بقينا على هذا الطريق لكنا من الضالين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فلا يتبعوا وخير الأمور أوسطها وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا. نعم، فلا يتبعوا بهذا الشرط، إذا علم أنه مجتهد وهو أهل لذلك ووقع في الخطأ لا يتبع على خطئه فلا يؤثم، والطرف الثاني لا يجعله معصوما ولا يرى هذا خطأ منه. نعم، فلا يتبع في كل ما يقوله. نعم، ولا يحكم عليه لأنه لا يتبع في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من سواه فكل يؤخذ من قوله ويترك، كل يؤخذ من قوله ويترك. ونحن قد سمعنا في هذا الزمان من سفهاء هذه الأيام، وهؤلاء جهلة، ولكن أنت في هذا الزمان بليت بالجهلة، يقول كل يرد، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ فلان، فلا إله إلا الله. هؤلاء وقعوا فيما وقع فيه غلاة الصوفية، غلاة الصوفية بعضهم قاله بلسان مقاله وبعضهم قاله بلسان حاله، وإن لم يقله بلسان مقاله بالقول لكن واقعه العملي يقوله. فهؤلاء السفهاء في هذه الأزمان المتأخرة وافقوا غلاة الصوفية الذين قالوا هذا القول بألسنتهم، الذين زعموا العصمة لمن يزعمون فيهم الولاية فجعلوهم معصومين، نسأل الله العافية والسلامة. فقالوا هذه المقالة، وهذا رأيناه مكتوبا في هذه الأيام في هذه المواقع وفي هذه الوسائل وفي هذه الأدوات، أدوات التواصل، فرأينا شرا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، نعم، لما؟ لأنه أهل للاجتهاد، والله يعلم منه أنه لا يتعمد الخطأ، وإنما بذل وسعه واستفرغ جهده في الوصول إلى الحق فلم يصبه، إما بسبب عدم العلم في هذه المسألة أو اشتباهها عليه فوقع في الخطأ. فلو وقع في الخطأ في أمر كفر لا يحكم عليه بالكفر،
وهكذا الفسق من باب أولى. والله سبحانه وتعالى قد قال كما تقدم معنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. قال جل وعلا: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا كان مجتهدا وهو أهل للاجتهاد وأخطأ فالله جل وعلا لا يؤاخذه، فإذا كان الله لا يؤاخذه ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه مأجور، ما هو فقط غير مؤاخذ، يخبر بأنه مأجور على الاجتهاد ومعفو عنه في الخطأ، فلماذا أنت تأتي وتحكم عليه بالكفر أو بالفسق مع اجتهاده؟ ويا لله العجب، قد رأينا هذا في هذه الأيام. ولكن ممن؟ من هؤلاء السفهاء الذين ركبوا طريق الجفاء مع أهل العلم والتقى والصلاح والفقه والورع والعبادة، وعرفوا بذلك كله وعرفوا بالصدق، ومع هذا لم يسلموا من هؤلاء السفهاء الذين ركبوا طرف الجفاء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا هذا هو الواجب على الناس، هذا هو الواجب على الناس اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ بكل أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام على ما هو مقرر في أصول الفقه ولا يرد عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الشرك. لعله إذا رد شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. طيب، ما عدا ذلك اسمعوا ماذا يقول. نعم. وأما إذا خالف قول قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن نعم هذا صحيح. وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. يعني أن هذا الولي الصالح، هذا الولي الصالح العالم المفتي أو العالم المدرس للناس والداعي الناس إلى الخير وإلى دين الله، أو هذا العالم الفقيه القاضي الحاكم، هؤلاء الأولياء جميعا، هؤلاء إذا خالف قول واحد منهم قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين، يعني مثلا خالف أبا حنيفة ووافق مالك والشافعي وأحمد، خالف أحمد ووافق الشافعي ومالك، وهكذا. إذا خالف هذا الولي الذي ذكرناه قبل قليل في اختياره واجتهاده قول بعض الفقهاء الأئمة هؤلاء ووافق آخرين، يعني في مسألة خلافية، لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف. يعني لماذا خالفت فلان؟ فضلا عن أن يقول إنه خالف الشرع، فضلا عن أن يقول إنه خالف الشرع. إذن لم يجز لأحد أن يلزمه
بقول من؟ بقول المخالف. لماذا خالفت الشافعي؟ يجب عليك أن تأخذ بقول إمامك مثلا، لم يجوز له ذلك. وإذا كان لم يجوز له ذلك فمن باب أولى لا يجوز له أن يقول له أنت مخالف للشرع. هذا هو كلام أهل العلم الذي عليه نور من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل أحد يجب عرض أقواله ويجب عرض أفعاله على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على الدليل لا يضيره حينئذ أن يكون هذا الدليل مع إمامه أو مع إمام آخر خالف إمامه. الواجب عليه أن يتبع الدليل، ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه لأنه خالف، فضلا عن أن يقول له أنت خالفت الشرع. فجعل مخالفة بعض الأئمة بعض العلماء والأخذ بقول علماء وأئمة آخرين هذا لا يعتبر مخالفة للشرع. وهذا هو الفقه معاشر الأحبة، وهذا القول الواضح الصريح فيه أعظم رد على من يقول أنت تخالفنا في الفتوى. ما شاء الله، متى بعثك الله نبيا إلينا حتى لا يجوز لنا مخالفتك؟ ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أنت تخالفنا في الفتوى، يعني كأنك خالفت نبيا. هذه مصيبة عظيمة، حيث جعل هؤلاء أنفسهم هي الميزان، فمن خالفهم خالف الشرع وخالف السنة، ومن وافقهم فهو عندهم موافق للشرع والسنة. وإن كان قولهم في الحقيقة خطأ وهم يعرفون من أنفسهم ذلك، فإنهم إذا نظرت في أقوالهم وجدتهم كانوا ينكرون من قبل ما هم عليه الآن، وكانوا يقولون بما أنت به قائل ويدعون إلى ما أنت تدعو إليه. ولكن إذا انعكست الأهواء فأصبحوا على عكس ما كانوا وانقلبوا، أصبحوا يرون ما كانوا يذمونه بالأمس وينكرونه بالأمس يرونه اليوم معروفا. وحينئذ فمن خالفهم فيه فهو مخالف للفتوى التي هم عليها، وكأنه مخالف لكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه مصيبة عظيمة يحصل عنها أو ينتج عنها شر عظيم، وهو الفرقة والتقاطع والتناحر والتدابر والتحارب والتنازع. فنسأل الله العافية والسلامة من ذلك كله. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين يا نعم أحسن الله إليكم شيخا أخ مزمل، لعلنا نقف هنا. نعم خير إن شاء الله، ونواصل غدا بإذن الله. أحسن الله إليكم شيخنا وزادكم الله من علمه وفضله وجزاكم الله خيرا وإياكم. هل هناك وقت عندكم لسؤال أو سؤالين؟ لا نكتفي، لعلنا نؤخرها غدا إن شاء الله. ترسلونها إلينا مكتوبة وغدا نجيب عليها إن شاء الله تعالى بإذن الله. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، وبارك الله فيك.